شريف ونبيها انستغرام معاك. ايه يا ابني وقفت ليه؟ انت طلبت ايه دلوقتي؟ سيجاره. سيجاره؟ وبتقولها عادي كده؟ يا ابني ما تعرفش اختار السجاير دي ايه؟ السجاير دي لعنه على البشريه كلها، تستنفذ فيك كل حاجه، صحتك، فلوسك، حتى ريحتك. تبقى زي الزفت. هي شريف عادي يعني؟ لا طبعا مش عادي، تخيل تمن علبه السجاير ده لو اتوفر، عارف هتفرق قد ايه في حياتك؟ طب ما انت يا ابني ما سمعتش الحديث الشريف بتاع سيدنا النبي لما قال لا ضرر ولا ضرار. يعني ايه لا ضرر؟ يعني ان انت ما تاذيش نفسك بنفسك. يعني ايه لا ضرار؟ يعني ما تكونش سبب في اذيه غيرك. عايز نديلك سيجاره من معايا واشيل ذنبك؟ ثم ان علميا وطبيا السجاير بتاثر عمر الانسان للنص، واكتشفنا ان هي بتحتوي على 4000 ماده، منهم 400 ضارين و200 منهم بيسببوا السرطان. ايه؟ خايف تموت؟ طب ما انت السجاير هتموتك. فكر في الموضوع. في ايه يا ابني الهري ده؟ ما انا من ساعه ما عرفتك وانا باخد منك سجاير وبديك سجاير عادي يعني. اتفضل يا عمر، خد اخر سجاره في العلبه يا عمر، اتفضل.